زوينين، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. شوفوا اليوم فيديو جديده، ما عمري درت هذا النوع ديال الفيديوهات عندي في القناه. قبل ما نبداوها ما تنساوش لايك وخليوا لي واحد التعليق، قولوا لي انا كان كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات نبداو نديروه. المهم اليوم غنهضروا على واحد البلاتفورم اللي اصلا انا بحال تقول الناس عرفوني فيها، والقناه ديالي تما راه عندي فيها تقريبا مليون ديال المتابعين. غير انا مؤخرا ما بقيتش كنبغي نطلع فيها بزاف، لان كثرت الهضره على ان داك البلاتفورم فيها بزاف ديال التفليه وديال اللايفات اللي صراحه الواحد كيولي شي مرات يحشم انه يتفرج فيهم. حتى انا براسي راه كنت كندير شي فيديوهات اللي غنقول لكم راه دابا كنشوف فيهم، بحال دابا هذا الفيديو احنا نشوفوها دابا بجوج. هادي وانا قبل كل شيء الفرنسويه ما خداماش، دو معايا زعما باش تدعقني. الفرنسويه راه كاع ما خدامه معايا انا، ها الفرنسويه اللي كنفهم انا. عندك شي عمر قدر من كلاسيك فهمتيني، نقدر نقول اه فلان ولد فلان، اما دا تقول لي انا باكاس تاكس تكارات اراز ميس كاراز مي داك الشيء اكيد تحفظ فهمتيني. وانا بحال كولا سبيسيال شي الدريم ملي كنلصق اش ملي كنلصق راه ما كنحيدش كنعيط شي حاجه، وبقاش قلب عليا عيطك ديك السنسله وعادي انا لا وبالي اطونسيون. غير واحد النهار غندم، غنبقى نشوف شي فيديوهات حطيتهم غندم. ولكن مي كنشوف شي لايفات وكنشوف شي فيديوهات كنبقى نقول زارا واخا كنتي راه ما درتي حتى شي حاجه. غير هي هاد البلاتفورم هادي اللي هي التيك توك ما كتمنعش بان واحد لابليكاسيون اللي واعره كتعاون بزاف ديال الناس، فيها بزاف ديال المعلومات اللي عرف الواحد كيفاش يستغلها. لا بغى الواحد يكبر البيزنس ديالو فريمون كتعاون، لا بغى الواحد يكون عنده واحد لودجونس زوينه تتعاون. بحال دابا انا بفضل هاد البلاتفورم هادي ربما شحال من واحد فيكم دابا كيتفرج فيا جا من تما. ولكن راه كاينين شي حاجات يلا جبت لكم شي فيديوهات ناري وشفتهم وبقيت كنقول مستحيل مستحيل هادشي اللي كنشوف. انا وياكم غنتفرجوا دابا شي فيديوهات كنتوما مكتشفينش هذيك البلاتفورم، فاجيو معايا. للاسف هاد البلاتفورم هادي شي مرات كتكون ما فيهاش سن محدد، لان تيك توك اللي بغى يبداه ممكن يبداه على لاج ديال 12 عام، يعني بلا ما يكون مسؤول عليك حتى شي واحد. فعافاكم اي واحد عنده وليدات كيستعملوا هاد لابليكاسيون هادو عافاكم حداو معاهم، لان راه كاين شي تسطيه ما تجيكمش على بالكم. حنا كيسحب لينا راه غير العرب اللي مكفسين ها تما في هذيك لابليكاسيون، ولكن لا راه حتى هما غير حنا طبعا، حيت ملي كنبقاو نقلبوا كيطلعوا لنا فيديوهات ديالنا. الفيديوهات ديالنا كيطلعوا لينا على حساب الالغوريثم اللي عندك، على حساب انت فين كاين، على حساب شحال المتتبعين عندك من شحال من البلد، كيعرفوا الفيديوهات اللي كيبينوا لك. اما كون كان يطلع لينا ديال العالم كامل والله تتسطى. وانا دابا غنوريكم شي فيديوهات والله تتسطى. اول فيديو غنشوفه دابا وهي هذه. نعم نعم هادشي اللي كتشوفو صحيح، هادشي اللي كتشوفو صحيح، كاين ناس كتاكل في تشالنج الدود. اللي يسحب لكم الطحين وداكشي اللي كنضربو حنا في الوجه في شي لايفات، لا لا كاين مكفس. شتو هذا دابا كياكل الدود على حساب شحال من واحد كيصيفط ليه، وبقاو تقولوا غير حنايا. ولكن راه مهم حتى واحد فينا ما سالم من هذا الشيء. دابا الفيديو اللي غادي نشوفو انا وياكم ديال هذا واحد الكونسيبت كاين في التيك توك، الناس كتكون ناعسه وانت كل ما صيفطتي لها الهدايا كيدار لها واحد الصوت وكيفيقها من الناس. وحنا راكم عارفين الانسان سبحان الله بطبيعته كاين هذاك المبرزيط، فهذاك المبرزيط كيسحب راسو راه كيفيقو ولا ما شنو هو، راه كيصيفط لي فلوس. وكاينين الناس كيقولوا وطلعوا في التلفازه كيقولوا بان كاين اللي في هذا التشالنج هذا ضرب حتى 50 مليون في الشهر باش تعرفوا. فكيكونوا بحال هكا وكتشوفوا من اللور كيكون كل ايموجي كتصيفطو شنو الصوت اللي كيدار ليه باش كيفيقو، يعني هو بحال كيعطيك المنيو ديالو. صيفطتي هذه راه كتفيقني، صيفطتي صيفطتي باب بغاء وقال هذاك، لا صيفطتي هذاك اللي كدير طوط هذيك كدير ليها بحال كدير بحال السيران هذيك الزواكه، يعني هو عاطيك المنيو ديالو صيفطتي داك الشيء راه شنو غادي يطرى ليه. كيكون عندهم ما عرفتش انايا نكذب عليكم انا ما عرفتش، وقال هذا الشيء هذا ولاو النيت كيبيعوا وقال كاين حتى في الي اكسبريس. يا ربي ما توصلناش هاد الشالنج هذا ما يوصلناش. الفيديو اللي من وراه انا البرمه والكسكاس، 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 انا البرمه والكسكاس.
هادشي ما يمكنش. ما صراحة ما عرفتش ما نقول. كان واحد اللايف كنت بغيت نضحك وما كنتش دايره، ما كنتش زعما مقاده وجهي شويه وكانوا تحت عيني زرقين وداك الشيء، ما كنتش كنعس مزيان هذوك الايامات، وبغيت نطلع لايف حيت قلت شحال هذه ما طلعت لايف في تيك توك، كنطلع لايف وقلت ندير فيلتر. من درت فيلتر كنت دخلت بطريق الفيلتر وبقاو كيقولوا لي، كان عقل ما كانش عندي بزاف ديال الناس في اللايف، كان شي 40 46 واخا انا عندي مليون تقريبا ديال الفولورز، ما عاد دخلت يمكن معطله ولا الله اعلم حيت ما شحال ديما بوستيت، هما يقولوا لي لا بقيتي كتقولي انا بطريق انا بطريق انا بطريق انا بطريق راه غادي يطلع لك اللايف. بقيت نقولها غير كيضحكوا وانا نقولها، قلت انا بطريقه انا بطريقه، ويبان لي اللايف بدا كيتفزع في العدد والله الا ما خرجت، ربما كانوا شي ناس دابا اللي كيتفرجوا في الفيديو ديالي عاقلين على داك اللايف ديالي طلع، فما فهمتش انا تيجيني شي مرات هذيك لابليكاسيون كتجيني بحال شويه مشيطنه، وداك الشيء علاش انا بحال حتى خاطري هرب منها شويه، واخا راه بامكاني تما مثلا ندير لي فيو مثلا اكثر من دابا اليوتيوب هنايا، ولكن ما صراحه ما عرفت وليت كنتخلع. هادو يقدروا يكونوا اسيويين، المهم كي اتيريوك دايرين هذاك النخله اللور كتحرك ومن وراها طبعا نصب عقلهم اش غيديروا، شكر بكر 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 شتو شي تصاطاتين كتوصل شي مرات في البشر، ها انتوما غير تحب لكم احلى، ها انتوما يا لطيف يا لطيف يا سيدي ربي. شوفوا الفيديو اللي من وراها، انا مقلات انا قلنا انا برما انا مقلات المهم انا كنوريكم كانوا كان هاد الفيديوهات، ولكن عافاكم ما يمشي حتى شي واحد عندهم ولا اتاكيهم ولا يخلي لهم شي تعليقات ولا شي حاجه، حيت ملي تجي تفكر كتبقى تقول الغلط ديال من، واش الغلط ديالهم ولا الغلط ديال الناس اللي كيبقاو يعطيوهم تبرعات باش كيخليوهم يديروا بحالك. الصراحه ما هذا واحد الموقف تتبقى انت واقف في الوسط كتبقى تقول ديال من الغلط. الفيديو اللي من وراه ها انتم هالو كيتي، ها مش ما تقولش غير حنايا، دابا انا جايه ليكم ولكن ها انتم هذا كي جاكم دابا يا حليلوش. ويني 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 يا ربي ما يوصلناش هذا الشيء. دوزوا لي من وراه يا لطيف، عرفتي شنو هاد انا سمكه دار روينة الروينة، عرفتي راه هنا وكانوا هضروا عليه، هنا هضروا عليه كريستيانو قال لك كيقول لك ميسي قال لك، كانوا طلعوا قال لك لا حكار واحد بنته ماتت غرقات يمكن في البحر ولا شي حاجة، إلا كان هذا الخبر صحيح راه يمكن خصو العلاج، إلا ما كان صحيح راه الله يحفظه صافي وحق الله العظيم. شتو شتو أنا سمكة وحنا غاديين، مصيركم سوف تفهمون أنني سمكة أشبه الإنسان أيها البشريون، سوف تفهمون بيوم من الأيام. لا لو دابا برزعاني كاع فوق من راسه يا ويلي، هو النيت يا لطيف. اش هاد الفيديوهات هادو؟ واو انا سمكة انا سمكة دابا لابس مأدب، انا سمكة لا حول ناري انا سمكة يوم زيناتك انا سمكة والله اتكلم جد، والله شاهد على كلامي، تبي تتعلم الصبر قاعد تفرج فيني، تبي الصبر ينزرع داخلك تفرج فيني والله شاهد على كلامي، انا سمكة دابا هو دايرها باش يعلمك الصبر، والله لا انا سمكة يا لها من بيداغوجية جديدة، انا سمكة تخيل عندنا هادشي بشي مقرر، ناري بيجي ابيلي قال لك يعلمنا الصبر، اللي تفرج فيه زعما بقى كيتفرج فيه مدة طويلة راه غيصبر. عرفتي انا الا بقيت نتفرج فيه غير جوج دقائق نقدر نبدا نشرب شي 300 قهوة في النهار، ونبدا اللي دازت من حدايا نضربها برجلي. نمشيو لواحد اخر هاد المرة نشوفو واحد جيوري نشوفو هذا يا حليلي. عرفتي هذا شوفو اللور راه داير اللور المنيو، شتو على حساب واش كتصيفط له، على حساب واش كيدير الفرماج واش كيدير المايونيز واش كيدير الكاتشوب، واش شتوها واش كينقاز، الا صفتي الحلا كيدير العسل فوق راسو، قلت لكم ديري المنيو خدمه ويلي ويلي ومن زيناتو ناري يا سيدي ربي ها نتوما دايرين السيفي ما كاينش
سيدي ربي ندوز لي من وراها. هذا لايف ديال الحرب. هذا دير الشامبوان والله العظيم يدوز من حدايا غنقول بعقله. المهم انا راه حاطه لكم كيبانوا لكم حتى السميات ديال الكونطات ديالهم، ولكن عافاكم حتى واحد ما يمشي لعندهم ولا يكتب لهم ولا شي حاجه. حنا غير هنا كنهضروا مع بعضياتنا وكنشوفوا هذا صراحه شويه مأساة. نكذب عليكم، انا كنت كنطلع لايفات وكنضحك كيكون معايا شاكيب، ولكن نتوما دابا وليتوا كتعرفوا الطنز ديالنا والضحك و... ولكن راه ما هذا الشيء ولا في الحسبان، ما جاني البالي نديرو. زعما كتبقاش مرات تقول زعما شنو واش الحاجه زعما كتخلي الواحد يدير بحال هكا ولا والله ما نعرف الغلط ديال من عافاك نقولوا لي الغلط ديال من وترشها كامله علبه البن كامله غيدير فوق من راسو القهوه لا 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 مش في شعرك مش في شعرك على وشك على وشك ماشي في شعرك ديرها ولدي في وجهك خصك تسمع ليها دير هذا الابيض عايزاه اسود ها انت كتحكم فيه كيف ما بغيت والنهار اللي تجوج وتقول له مرتو جيب لي غير شي حاجه يبدا يغوت عليها يقول لها انا راجل تقولي لي ندير ونفعل ها انتوما الحين شو سبحان الله العظيم البارفانات فوق العفنده اللي حطيت عليك حطي لي البارفان دير اخويا البارفان ها انت فوق العفن ده حطي لي البارفان اللي كنت من شوية تحطه تمام؟ تمام أختي بسطه هيك ها أم الحمار حمار أختي بقى عندي ما نقول شوفوا الفيديو اللي من وراها عفاكم نتوما قولوا لي نتوما قولوا لي رأيكم هاد السيد هذا شنو كيدير هذا كيضحك على الناس انا جاب لي الله بحال كيضحك المهم نشوفوه بعدا شو كيبكي انا نقول لكم علاش If you're on Team Money Gun, send a Money Gun to cancel out. All we need is one person to send a Money Gun, otherwise I have to knock it over. Come on, Team Money Gun, let's go. Like, why would someone even send a Galaxy? I don't get it. Now I have to knock it down. We got 10 seconds left to get a Money Gun. 10. دابا هذا كيضحك على الناس وغالبا غيكون كيضحك على الدراري الصغار ولا المراهقين اللي ما كيبغوش اصلا يسمعوا لا يعني كيقول لهم لا ما تصيفطوش ليا لا هما كيبقاو يصيفطوا باش الا ما صيفطوش لي هو كيريب هذوك الاوراق اللي كيلعب بهم فهمتوني فهما الناس كيبقاو يصيفطوا هما كيبقاو يصيفطوا وكيقول لهم لا لا ما تصيفطوش بس زعما ما يريبوش ليه داكشي اللي هو كيبني بالورق كيضحك والله العظيم والله ما بقيت عارف عاتي على عالم غادين فيه شوفوا اللي من وراها سيادي والله الا دوزو من حدايا غنقول بعقلهم هاد البنات وربي بطني وربي بطني وربي بطني يسعد باش مطليه ها انت دابا هي وصاحبتها والله الا كيبانو بعقلهم زعما وزويونات والجولة كيبكيو على الجولة هاي جاتهم طيارة دابا كنشوف في البيت و آخر جولة يلا شنو بغاو دابا باش آخر جولة تسالي عافاكم نتوما شنو تعليقكم حيت انا هادشي بدا كيلعب ليا بالاعصاب ديالي واخا هذا دابا بعقلو الدري كينقص كاع واش كيدهنوا راسهم بالطحين والشامبوان زعما اي حاجه انا يمكن مره وحده طحت في لايف بحال هكا مره وحده وخرجت منه بحال ما عرفت ما تيقتش
هاتي ها انت ارسلوا اليوم من غوت وغوت نال تا هو كي غوت تيلقز نال هاتي واش كيكونوا مع ما عرفت انا شي مرات كنتسائل والله عندي اليوم سؤال واحد نقولوا مثلا هما ما تيتسوقوش ولكن كيكون واحد الاحترام غير شويه للعائله ولا الناس اللي معك في الحومه ولا شي حاجه والو ما كاين حتى حاجه من هذه حيت راه دابا ولا كلشي كيتفرشى انا لقيت هاد لي فيديو هادو في لي باج كاملين مثلا شوفوا الفيديو اللي من وراها باش مطليات فلفل اسود والثاني تحطي لي فيه ايه تحطي لي فيه بريل بريل عشان انا اطلع لي جسمك اثنين بس انا اللي عاوزاه الباقي كله ميه الباقي يعني اثنين من عشرة واحد فلفل واحد ايه واحد ايه بريل شنو بريل تاني حكم بتقصي لي الخصله دي الخصله دي الخصله دي الخصله انهي الخصله دي تمام ثالث حكم هتجيبي لي بولا بصي بقى الحكم ده ها بولا فيها ميه وفلفل اسود فلفل اسود البزار عرفناه ماشي وفيها شامبو اهم حاجه الفلفل تكتري على قد ما تقدري عارفه خليكي تحطي البوله دي فوق في البنطلون جوه البنطلون هخليكي تلسوعي طول ما انت لسوعك يعني تشوطي ديره وقله ديره البيض قلت لها تقطعي شعرك قلت لها الماء فيه البزار فيه الشامبوان والفلفل الحار زعما قلت لك تحط داك الماء في سروالك الغلط ديال من يا شماتت ابلا طازه شوفوا اخر فيديو هذه حيت بارك عليا هذا اخوها قال لك والحكمه الثانيه اها اوكي توقفي قدامنا هناك تضربي على شرفك بالقوه بالنعال 10 ويلي قال لها اتوقفي فوق نشوفوا كاملين والنعال هو الصنداله وقيله ولا الصباط صنداله وقيله ودي تضربي راسك سبعاوي بكل وضوح ما فهمتهاش هذه قال لك يضرب العراقيه لا سبعاوي غير الاسكور عالي رديت عليك الاسكور عالي يلا يا عيوش بسرعه انا بنفذ حكم النعال اضرب على شخص لحاله شقكم شق يلا ها عندنا شقه من تحت يلا يلا هنا النعال نسمع الصوت 10 ضربات بالقوه يا عيوش شوف هنا الشرف بالقوه وش ذا الحكم نسمع الصوت بالقوه 10 مرات هذا واش خوها بصح في الاول قال لها بشرفك ولا ما عرفتش قالت له انا ما انت عارف انا ما عندي شرف وقالت له من سالي نبكي باك اه كتضرب راسها واش الحكم هو بالقوه ناري ما يمكنش بالقوه لا هذا مرفوض هذا مرفوض بالقوه خمسه زيد اختي دابا انا كنسيل هاد زيد ضرب ما فهمتوش هادشي اللي كيلعبك بدماغك ولا ما فهمتش يا عمري صوتها ضرب كتغوت يقولون يا عمري صوتها ضرب على الله تكون ساكنه في دار يلا كملي توقفي بالنعال ربي واش كيجاكم هادشي ربي كي ما بقيتش قدرت صافي المهم خدينا واحد الفكره علاش بزاف ديال الناس ولاو كيهضروا على التيك توك خايب ولكن انا ما كيمنعش بان كاينين كونطات واعرين الا بغيتو غندير واحد الفيديو اخر ونوريكم دي كونط اللي انا كنحماق عليهم في التيك توك وكنتعلم منهم بزاف كاين ديال الطبخ كاين ديال الخياطه كاين ديال كيعلموا كيفاش ترسم انا رسمه الطابلويات هادو راهي ولكن تانسبيريت من واحد السيده حتى هي كنت شفتها في التيك توك اش غنقول لكم راه الا بغى الواحد يستافد من التيك توك راه فيه الاستفاده ولكن هذا ما كيمنعش ان كاين ناس اللي كيديروا هذا الشيء هذا اللي انا ولا كيجيني بحال داك العالم الاسود ديال الانترنت نتوما راه عارفين هذاك العالم فجاني هذا الشيء يمكن كفس منه هادشي انا ما بينت لكمش كاع الفيديوهات راه كاينين شي فيديوهات راه خايفه اليوتيوب يبلوكيني الا حطيتهم راه الخلعه كاينين الناس ما نقولكش اش كيديروا بولادهم راه الحماق ولكن ديال من الغلط عافاكم قولوا لي نتوما ديال من الغلط انا كنت بديت في التيك توك بديت كنحط فيديوهات نتوما عارفيني انا ديجا كندير شويه ديال الضحك والفكاهه انا وشاكيب ولكن كلشي في اطار الاحترام حيت باغا
كل شيء يتفرج فيها. وعاوتاني عندي والدين، عندي جيران، عندي صحاب، عندي ما عرفت شنو، فما بغيتش انا عاوتاني واحد النهار ولادي يكبروا ويبقاو يقولوا ناري هذيك خيتي شنو كتقول، ناري هذه منا، كنبقى ديما كنحترم. ولكن هادو في نظرك فين كاين الغلط، ديال من الغلط. مهم لكن عجبكم هذا النوع هذا ديال هذه الفيديوهات، تبغوني نبقى نحط لكم فيديوهات اكثر من هذا النوع هذا ديال رياكسيون على شي حاجات، وخصوصا التيك توك، لان انا بديت في التيك توك. فخليوها لي في التعليق وقولوا لي زيدي سارة، زيدي حطي، ما تنساوش واحد التعليق، وما تنساوش واحد اللايك، بارطاجيو لاشين الا كانت كتعجبكم، هذا كيعني بانكم كتساندوني وكيعجبكم المحتوى اللي كنحط. والى الفيديو القادم، بالسلامه.